8 اكتوبر 1928 يصادف ميلاد الاسطوره البرازيليه المظلومه تاريخيا والدير بيريرا المعروف بديديه واللي يعتبره البعض افضل لاعب في التاريخ. لقب بمستر فوتبول او سيد كره القدم او سيد كره قدم، ورغم كل هذا ما سمعنا عنه وايد ولا عطى الاعلام حقه. ولد ديديه عام 28 في مدينه كامبوس لاسره فقيره كعاده النجوم البرازيليين، وظهرت عليه موهبة غير مسبوقة في التعامل مع الكرة، خلت الكل يغار منه ويحقد عليه مثل ما تقول الروايات. في إحدى مبارياته مع أصدقائه تعرض لإصابة بالغة في القدم، ولما شاف الطبيب قال إن هالإصابة ستؤدي إلى بتر القدم، لكن من حسن الحظ تأخر موعد البتر بسبب صغر عمره وتعافى بالدواء وما فقد قدمه الذهبية اللي أمتعت الجماهير فيما بعد. بدأ رحلته الدولية على مستوى كأس العالم مع البرازيل في مونديال 54، لكن كان التألق الأكبر في المونديال التالي اللي هو 58، وكان ديديه هو اللاعب الأهم في ذلك المونديال في السويد اللي فازت فيه البرازيل على السويد صاحبة الأرض، وحصد بالفعل لقب أفضل لاعب في البطولة. لكن تألق بيليه وأهدافه وهو بعمر صغير خطف من الأضواء، وعلى لسان بيليه الجوهرة السوداء يقول أنا لا شيء بالمقارنة بديديه، وما أقدر أوصل يوم من الأيام لمستوى هو نجمي المفضل ومثلي الأعلى. وأول صورة للاعب شريتها وعلقتها على في غرفتي على الطوفة كانت صورة ديديه، ولولا لما أحرزت البرازيل أول لقبين لها. انتقل بطل العالم ديديه لريال مدريد، وكان غرض النادي بذاك الوقت أنه يكون بديل للأسطورة دي ستيفانو وأن يبني عليه فريق أسطوري آخر، لكن انظلم. فتعرض ديديه لحملة هجومية من الإعلام الإسباني المحسوب على ريال مدريد دفاعا عن دي ستيفانو اللي حارب ديديه وكان يغار منه على العكس من باقي الصحف، وكانت تمدح اللاعب وتأكد على أنه مكسب كبير للفريق. ثمانية أكتوبر 1922 مثل هاليوم يصادف ميلاد ملك النص السويدي نيلس ليدهولم. بدأ ممارسة الكرة في نادي مسقط راسه فالديمار سفيكس 1943 بعمر 21، وقع أول عقد احترافي له مع أحد أقوى الأندية السويدية في ذيك الفترة نادي نورشوبينغ، وفاز معاه بلقبين دوري متتاليين سنة 47 و48. وفي سنة 49 انتقل للميلان بعد فوزه بذهبية الألعاب الأولمبية 1948 مع السويد، بالإضافة للنجمين السويديين نوردال وغرين يشكلوا قوة ضاربة في هجوم الميلان، وهو ما أطلقت عليه الصحافة الإيطالية غرينولي اللي هو بداية أحرف كل لاعب، هو اختصار لأسمائهم وهي تعني السفاح، ومنسوبة لقصة قاتل سفاح اسمه غرينولي مولود في القرن 18. فاز الميلان بهالثلاثي السويدي بسكوديتو عام 51 بعد غياب 44 سنة عن خزائن الميلان، وفاز بثلاث بطولات دوري غير هذا السكوديتو. خسر كأس الأندية الأوروبية البطلة اللي هو دوري أبطال أوروبا الحالي موسم 57-58 أمام ريال مدريد اللي كان فارض سيطرته في تلك الفترة بنتيجة 3-2 بعد الأشواط الإضافية. صنع الكثير من الأهداف، معروف عنه دقة التمرير والتزام التكتيكي. تخيلوا بعد سنتين من اللعب مع الميلان أول باص غلط لعبه في السانسيرو صفقوا له الجمهور 5 دقائق احتراما له وتشجيعا لمهارته التكتيكية أو مهارته في تمرير الكرات. رغم خسارته نهائي مونديال 58 على أرضه قدام البرازيل إنه كابتن السويد كان أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم بعمر 36 سنة. اعتزل سنة 61 برصيد 359 مباراة مع الميلان، سجل فيهم 81 جول بعمر 39 سنة. أبرز إنجازاته كمدرب دوريين، واحد مع الميلان والثاني مع روما
وخسر نهائي الأبطال مع الذئاب سنة 84 على أرضه قدام ليفربول بركلات الترجيح. للعلم السويدي نيلس ليندهوم هو أول من طبق تمارين السويدية في كرة القدم، وهو اللي طلب باولو مالديني من فريق الشباب ميلان، وهو اللي أعطاه فرصة المشاركة مع الفريق الأول سنة 85 بعمر 16 سنة. إيش قدمت لنا يا لينس هيلدوم؟ باولو مالديني أسطورة لا زالت عايشة في ذاكرتنا حتى هذا اليوم، وهو عاصر تشيزاري مالديني أبو باولو مالديني. ثمانية أكتوبر 1968 ميلاد زفونيمير بوبان، اللاعب الكرواتي الأسطورة، اللاعب الأنيق في وسط الملعب، لعب لميلان فترة من فترات بغض النظر عن تاريخه وأناقته ومستواه العالي وامتاعنا في سنوات لعبه في شبابه. نبي نذكر لكم قصة شلون تسبب بوبان بحرب تفكك دول. هو صاحب الركلة من أجل الاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تشكل ما يعرف باسم يوغوسلافيا الاتحادية على إيد الجنرال تيتو، وبعد ما صار في مزج عدد من الهويات والجنسيات المختلفة مثل كرواتيا وصربيا وسلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة. رحل تيتو عام 80 وبدأ الصدع في هذا المزج الجغرافي لتطالب كل دولة باستقلالها. في 13 مايو سنة 1990 قيمت مباراة بين فريقين، ريد ستار بلغراد الصربي خارج أرضه على ملعب الكرواتي دينامو زغرب. حتمت الظروف السياسية لذيك المنطقة أن تكون هذه المواجهة قومية من المقام الأول. كان هالشيء واضح من حرب الشوارع اللي صارت قبل بداية المباراة وكملوها على أرض الملعب. توقفت المباراة بعد 10 دقائق بسبب تصاعد مشاهد العنف في المدرجات، بعدين انهار الموضوع باجتياح الجماهير لأرض الملعب. في نص الملعب بالضبط اللاعب الكرواتي زفونيمير بوبان شاف واحد من الشرطة يحمل الجنسية البوسنية يضرب بعصاته أحد المشجعين الكروات، فزعله بوبان الكرواتي وطار له في الهواء وطق الشرطي. صارت الركلة رمز هام في قضية استقلال كرواتيا، وبعد سنة اشتعل فتيل حرب في يوغوسلافيا أدت لتقسيمها إلى عدة دول، ووايد يشوفون أنها من أسباب الحرب اللي استمرت 8 سنوات ومات فيها أكثر من 100,000 شخص. تقول صحيفة الديليميل عن ذكريات المباراة هذه، كان اشتباك بوبان واحد من عدة اشتباكات على أرض الملعب وفي المدرجات، وأدى إلى محاكمة 65 مشجع بعد إصابة المئات بما في ذلك 79 شرطي. تسببت هالمباراة وأحداثها فقدان بوبان فرصة اللعب مع يوغوسلافيا في كأس العالم 90. بعدها تم إيقافه لمدة 6 أشهر لكنه بطل بعيون الكروات. أما ضابط الشرطة اللي اعتدى عليه بوبان واسمه رفيق أحمدوفيتش، قال بدت نظراته لي غريبة وقال لي شيء ما فهمته، وتفاجأت أنه يطير صوبي بركبته وإيده وريله وركلني وطيحني بالأرض. يتهم الجانب الكرواتي من الموضوع الشرطة بالتغاضي عمدا عن منع اشتباك الجماهير، كانوا يبون الموضوع يكبر. هذه قصتنا لحلقة اليوم.